بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا فيكم من خلال هذه الحلقة، ونمسي عليكم بالخير، وأيضا نمسي بالخير على أخواننا الموجودين معنا وضيوفنا، ودائما وأبدا إلى الزميلة أماني. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور عيدة، مسي عليك بالخير ومساء الإيجابية والسعادة مشاهدينا ومتابعي برنامج مساء الخير يا كويت. واليوم راح تكون معنا مواضيع أيضا وفقرات جديدة ومنوعة، ومثل ما تعودنا وعودناكم مشاهدينا مع بداية أسبوع جديد راح نقدم لكم باقة من المواضيع والتقارير. تشاهدون اليوم ضمن فقرات برنامج مساء الخير يا كويت حوار مع خبير لغة الإشارة الأستاذة مها عبد العزيز الحمدان، وحديث عن لغة الإشارة وأهمية انتشارها في المجتمع. كما تشاهدون اليوم خلال فقرة صحتك لقاء مع الدكتور خالد التميمي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير العلاجية، وحديث حول أمراض القولون العصبي وأبرز المشاكل الصحية التي تصيب المرضى. لأنه سهل على الكثير من مواطنين ومقيمين من إنهاء معاملاتهم الحكومية المختلفة بأقل وقت وجهد. تطبيق سهل هو تطبيق حكومي موحد للخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية، ينجز من خلاله المواطن والمقيم الخدمات والمعاملات بشكل أكثر سهولة وسرعة وفاعلية دون الحاجة لمراجعة هذه الجهات. كل جهة أو وزارة يشملها تطبيق سهل توفر عدة خدمات إلكترونية بطريقة سهلة وميسرة تتيح للجميع استخدام التطبيق والاستفادة منه دون تعقيد. للتعرف أكثر على تطبيق سهل، قم بتحميل التطبيق على جهازك النقال أو قم بمسح الباركود الموجود على الشاشة أمامك. أمراض الجهاز الهضمي تعتبر من الأمراض التي يعاني منها الكثير من البشر، ومنها طبعا أمراض القولون العصبي وأيضا سرطان القولون. للحديث مشاهدينا بشكل مفصل حول هذا الموضوع، يسعدنا اليوم أن نلتقي مع الدكتور خالد التميمي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير العلاجية. مساك الله بالخير دكتور، منورنا في طبعا مساء الخير يا كويت. وبالبداية ودنا أيضا نعرف مشاهدينا عن القولون العصبي. مساك الله بالخير اختي اماني، ومساكم الله بالخير مشاهدينا، ومشكورين على الاستضافه، وان شاء الله يكون عندنا حلقه فيها معلومات قيمه ان شاء الله وتفيد الجميع ان شاء الله باذن الله. القولون العصبي طبعا مرض شائع جدا، يعني موضوع وايد بهم، يخص وايد من الناس الكبار والصغار. الدراسات بينت أن انتشار هذا المرض قد يصل من 10 إلى 20% من جميع الناس. نعم. طبعا وأكثر شيء يصيب فئة الشباب اللي هم تحت 50 سنة. كمتلازمة القولون العصبي يعني وايد منه يحوشه مغص، يحوشه بعض الأحيان إسهال، ولكن مو بالضرورة أن يكون هذا قولون عصبي. قولون عصبي لتشخيص القولون العصبي لازم يكون في أعراض تستمر لمدة 6 أشهر. الأعراض هذه بداية تكون في مغص أو في ألم مغص في البطن، ويكون مع الألم هذا تغير في نمط الذهاب للحمام. نعم. يعني في بعض الأحيان يكون يصير في إسهال، بعض الأحيان يكون في إمساك، وبعض الأحيان حتى نوعية البراز عزيزي الله تتغير، ويصير نوعيتها تتغير من اللي الشخص كان متعود عليه. نعم. فالأعراض هذه إذا استمرت لمدة 6 أشهر هنا إحنا نشخص القولون العصبي. طبعا مهم جدا أن إحنا نستبعد وجود أي التهابات بالأمعاء أو أمراض عضوية تكون تسبب هذه الأعراض. نعم دكتور خالد، يمكن ذكرت قلت أكثر فئة الحين المصابة خصوصا والشائعة لأمراض القولون العصبي هم الشباب، يعني شنو الأسباب؟ صحيح. يعني اللي كل بين فترة وفترة تسمع أن هذا مصاب في القولون العصبي، أكيد في سبب لهذا المرض. صحيح.
هذا سؤال مهم جدا. يعني الحين اكثر الاسباب اللي قاعد تصير بسبب نمط الحياه اللي قاعد نعيشها، الحياه السريعه، الحياه الضغوطات النفسيه اللي تواجهنا بشكل يومي بالبيت مع بعد الدوام مع الضغوطات اليوميه نطلع نروح بالشارع ناهيك عن الانفعالات الزايده والاعصاب هذه اللي تسبب ايضا اي في هناك ارتباط يعني مهم جدا ما بين القلق وما بين الاكتئاب والقولون العصبي. يعني نلقى ان معظم اللي فيهم قولون عصبي ممكن هم معرضين ان يصير فيهم قلق واكتئاب، وبالاضافه ان اللي فيهم قلق واكتئاب ممكن يصير فيهم قولون عصبي. طبعا هذا مو الشيء الوحيد، هناك ايضا نوعيه الاكل هو اللي يصير ان هناك خلل في حركه الامعاء. نعم. مهم ان نعرف ان ما ليس هناك مرض عضوي، هو خلل في حركه الامعاء. فبعض الاحيان الامعاء تكون حركتها سريعه تسبب لنا مغص، يصير معها اسهال، واذا كانت حركتها بطيئه ممكن يصير امساك. نعم. بالإضافة أن الناس هذيل الأعصاب اللي الشبكة العصبية اللي موجودة في الأمعاء تكون حساسة زيادة عن الطبيعي. نعم. يعني عادي كل واحد فينا لما يأكل يصير فيه غازات بسبب صح. البكتيريا اللي بالأمعاء وهذه، ولكن شدة الألم بسبب الغازات هذه هني تؤدي إلى أعراض القولون العصبي. نلقى بالإضافة في بعض الأحيان طبعا في ناس يحوشهم فيروس ولا يحوشه نزلة معوية يصير فيها إسهال. بالضبط صح. بعد الإسهال هذا ممكن يصير في اختلال في البكتيريا الموجودة في الأمعاء. نعم. فهني هذا ممكن يؤدي إلى القولون العصبي والإسهال. نعم، دائما مريض القولون يعاني أكيد ويعاني من القولون العصبي ويتشكى دائما، وساعات يكون عنده غازات مثل ما تفضلت أو ممكن انتفاخ أيضا بطنه، فهل ممكن علاجه دكتور؟ وأهم يا ريت الطرق العلاجية أيضا المستخدمة. أكيد طبعا العلاج يعتمد على شدة الحالة. معظم الناس إذا تتبعوا نظام غذائي سليم زين واتبعوا الطرق لتقليل من التوتر، الرياضه، المواظبه على الرياضه زين، فهم ما يحتاجون الى علاج دوائي. طبعا لما نيح الاكل في بعض الماكولات اللي هي معروف عنها انها تزيد من القولون العصبي. نعم. الالياف اللي يصعب هضمها، الأشياء اللي نسميها اللي ما تذوب، الألياف اللي ما تذوب. نعم. البقوليات، البصل، الثوم، بعض أنواع الورقيات، هذه كلها حق مع أنها مفيدة للجسم، ولكن المرضى اللي فيهم قولون عصبي تزيد لهم الانتفاخات والآلام. نعم. طبعا مثل ما قلنا في بعض الناس يكون عندهم حالة شديدة ويحتاجون إلى علاج دوائي للتخفيف من شدة أعراض القولون العصبي. نعم، أيضا دكتور خالد عدم إجراء الفحص المبكر للقولون هل يعتبر أيضا سبب في الإصابة بسرطان القولون؟ أي طبعا إحنا مهم أن إحنا يعني موضوع وايد مهم. القولون العصبي مهم أن نقول أن القولون العصبي لا يزيد فرص حدوث سرطان بالقولون ولا هو يسبب أي التهابات بالقولون. أما مثل ما تفضلتي على سرطان القولون، سرطان القولون يعني أكيد له أعراض، بس لما تحد الأعراض هي هذه تكون فقدان بالوزن غير مبرر، فقدان الشهية، نزول الوزن، بعض الأحيان يكون في آلام شديدة بالبطن مستمرة ما تخف. نعم. بعض الأحيان يكون في دم على الخروج أو إمساك. طبعا إحنا دائما نقول أن وجود الأعراض هذه عادة ما تدل على حدوث السرطان. نعم. وغالبا ما يشخص الموضوع هذا في مرحلة متأخرة، فإحنا دائما نحرص على الوقاية لما نتكلم على سرطان القولون وايد افضل من العلاج، لان التشخيص عاده لما يحصل يكون في مرحله متقدمه. يعني. نعم. والمرحله هذه يصعب علاجها يعني. فدائما نحرص انه لازم يكون الواحد يعني حريص انه دائما يعني يسوي بعض الاجراءات اكيد الوقائيه والصحيه لتفادي لا قدر الله اي امراض. هل هناك ايضا دكتور خالد اعراض معينه تدل على الاصابه بسرطان ايضا خلينا نقول الثدي والقولون نفسه؟ اي يعني شوفي الحين احنا لما نتكلم على المقارنه بين سرطان الثدي وسرطان القولون، نلقى الحين ان في سرطان الثدي يعني يوجد هناك اعراض، شخص السيده تحس ان في ورمه ولا في شيء انشاف،
يقدرون انهم يشخصونه في مراحل مبكره، ولكن بالنسبه للقولون على ما يبتدي يكبر ويسبب انسداد بالامعاء عاده ما يكون انتشر. وعشان كذي الاحصائيات كلها قاعد تبين ان نتائج علاج سرطان الثدي هي افضل من نتائج علاج سرطان القولون. نعم. ولكن الموضوع كله يعتمد علشان كذي التوصيات مبكر. التوصيات صارت الحين بخصوص ان احنا نبتدي ونسوي فحص وقائي. فحص وقائي يعني الشخص ما يشتكي من اي اعراض. المنظمات العالميه الحين تنصح ان اي شخص فوق سن ال 45 يجري فحص، اما فحص براز او فحص منظار للقولون للمسح عن القولون وللبحث عن وجود لحميات. سرطان القولون عادة ما يبتدي عن طريق لحميات، زوائد لحمية أو نتوءات تكون بالقولون، عادة ما تنمو في بطء على مدى 8 إلى 10 سنين. خلال الفترة هذه احنا ممكن نشخصها ونعالجها ونحمي الشخص هذا من وجود سرطان القولون. نعم، احنا ودنا نتكلم ايضا عن موضوع مهم جدا وهي عمليات التكميم وتحويل ايضا المسار. هل تعتقد دكتور خالد انها ممكن تكون علاج للسمنة؟ لا شك، اكيد طبعا، يعني هي علاج، احد العلاجات اللي كان لها يعني تأثير إيجابي كبير على كثير من الناس اللي كانوا يعانون من مرض السمنة. يعني مرض السمنة الحين هو ليس مجرد وزن زايد فقط، ولكن هناك العديد من الأمراض فوق 200 مرض اللي هم لهم ارتباط بالسمنة ولهم مضاعفات كبيرة. لكن الحين الجديد اللي قاعد نشوفه أن بالسابق يوم بلشت علاجات السمنة كان بلشوا عن طريق العمليات. طبعا اهم شيء ان الشخص يختار العلاج المناسب له. الحين الناس اللي كتله اوزانهم تزيد عن 35 هي قد تكون احد الحلول المناسبه لهم ولحمايتهم لوقايتهم من الامراض. نعم، ايضا في نقطه جدا مهمه دكتور، وهل من الممكن ايضا الشخص انه يتخلص من السمنه نفسها بدون اللجوء الى العمليات الجراحيه؟ بالطبع، اكيد طبعا، هذا 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 الحين الشيء الجديد اللي قاعد نشوفه الحين واللي نتائجه مذهله صراحه، ان الحين في طرق علاجيه من غير اي تدخل جراحي، من غير اي عمليه جراحيه، قاعد تجيب نتائج ممتازه. الحين في بالونات تنحط بالمعده، زين، هذه فكرتها انها تشغل حيز من اللي بداخل المعده والشخص يحس بشبع مستمر، تنحط من فترة 6 أشهر إلى سنة، إنزين، وتؤدي الغرض بحيث نزول أول 10 إلى 15 كيلو، اللي هم أصعب نزول بالعشرة إلى 15 كيلو هذيل، لأن الجسم دائما يكون مقاوم لنزول الوزن هذا، إنزين، وغالبا الناس لما تسوي رجيم هي المرحلة اللي ما تنجح فيها تكون بداية الرجيم. صح. فهو لو ينزل حتى لو كان عنده 25 كيلو زيادة، ممكن ينزل كمية الوزن هذه عن طريق بالونة المعدة. بالإضافة عندنا أدوية الحين تستخدم لعلاج السكر، الأدوية هذه هم تشتغل على المعدة وتبطئ من حركة المعدة بحيث أن الشخص يحس بالامتلاء دائما، بالإضافة إلى تعديل هرمونات الأكل. نعم. بحيث أن يصير في نزول بالوزن. نعم، كل شكر لك دكتور خالد على وقتك ووجودك أيضا معنا، وبالفعل احنا نتمنى الكل يأخذ هذه النصائح بعين الاعتبار ويحرص دائما على يعني الفحص والإجراء قبل لا قدر الله أنه يصاب بأي مرض. طبعا مشاهدينا نشكر الدكتور خالد التميمي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير العلاجية على حضوره أيضا مشاركته معنا ضمن فقرات برنامج مساء الخير يا كويت. بمناسبة العودة الدراسية لأبنائنا وبناتنا طلبة في المرحلة المتوسطة وأيضا الثانوية، كانت لكاميرا برنامج مساء الخير يا كويت جولة ومتابعة أيضا لرصد استعدادات وزارة التربية لهذه العودة. خلينا نشوف معكم هذا التقرير. دائبة الإدارة المدرسية بالتعاون مع الهيئة التعليمية والإدارية في تجهيز جميع مرافق المدرسة لاستقبال أبنائنا الطلبة وتجهيز جميع الاحتياجات بإذن الله لانطلاقة موفقة لعام دراسي
ناجح بإذن الله. فمنذ اليوم الأول الإدارة المدرسية وبالتعاون مع الهيئة التعليمية والإدارية تجهيز جميع مرافق المدرسة من ناحية النظافة، التكييف، توفير الكتب الدراسية، وأيضا تجهيز الفصول الدراسية، الورش، المختبرات وجميع مرافق المدرسة. ولله الحمد اليوم كانت انطلاقة بفضل الجميع، انطلاقة ناجحة واستقبال رائع لأبنائنا الطلبة منذ الصباح الباكر، وكلهم نشاط وحيوية وأمل واندفاع إن شاء الله في عام دراسي موفق مليء بالنجاح والتوفيق. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع بإذن الله. خبير لغة الإشارة الأستاذة مها عبد العزيز الحمدان، وحديث عن لغة الإشارة وأهمية انتشارها في المجتمع. لغة الإشارة تعتبر أحد أهم اللغات الإنسانية اللي من خلالها تمكن أبنائنا وأخواننا من فئة الصم على التواصل والاندماج بشكل كبير مع أفراد المجتمع، حيث مكنت هذه اللغة عشرات الآلاف منهم من تكملة مسيرة العمل والوظيفة، وكذلك القدرة على التعايش بشكل طبيعي مع البيئة المحيطة فيهم. حول هذا الموضوع يسعدنا اليوم أن نلتقي بالأستاذة مها الحمدان، خبير لغة الإشارة والموجه بالإدارة العامة للتعليم الخاص. مساكم الله بالخير أستاذة مها، وشكرا على قبول هذه الدعوة. مساكم الله بالخير والنور، يا هلا فيكم وأشكركم على الاستضافة. أبرك الساعات. ونبدأ معاك نتكلم عن أهمية وجود معلم لغة الإشارة في البداية. بالبداية دائما الأصم اللي هي عند الوسيلة التواصل بينه وبين غيره هي لغة الإشارة. لغة الإشارة هي يعني عبارة عن رموز وإيماءات، ويقدر يعبر فيها الأصم لتوصيل رسالته حق الشخص، سواء الأصم أو المترجم أو الشخص العادي. فلغة الإشارة هي لغة التواصل، هو الوحيد اللي يقدر يتواصل مع المجتمع. فالمعلم هني دوره لابد أن يكون عنده قابلية بتعلم لغة الإشارة حتى مع الصم، في المفاهيم العلمية والتربوية إذا تكلمنا داخل إطار المدرسي. إذا بوسع مفهوم معلم لغة إشارة نقول مترجم اللي هو يقدر يساهم بترجمة جميع المجالات لخدمة الصم. هني طلعنا عن إطار المدرسي، لأن المترجم بكل يعني نقدر نقول مترجم، نقدر إنه هو يكون معلم بنفس الوقت، ولكن ما نقدر نقول كل معلم يعتبر مترجم. هذا الكلام يقودني إلى سؤال. طبعا في الفترة الأخيرة الانتخابات قبل أسبوع ما شاء الله تبارك الله شفنا في الندوات مترجمين لغة الإشارة. صحيح. شنو يعني هذا؟ طبعا هم أعدادهم الصم بالكويت لا يستهان، هو عدد كبير، فلا بد ان نحطه بالصوره في اي سواء العرس الانتخابي ان كان مقر انتخابي او لاي نشاط سياسي ثقافي، لا بد ان له دور. فانا بوصل الرساله عن طريقه عشان اوضح انجازات ان كان مرشح او لاي فرد، يعني حتى الرسائل التلفزيون دولة الكويت تقدم مترجمين لتوضيح يعني اغلب الشغلات سواء كانت سياسيه او ثقافيه او تعليميه. نعم. مثل ما شفنا هذا الفيديو ودي اتكلم عنه شويه ايضا. نعم، يعني انا قاعده اشوف اقبال كبير، يعني الكل يبي يتعلم لغه الاشاره. هذه عندنا في شؤون المنافذ دائما يطلبوني لعمل دورات لنشر لغه الاشاره والتواصل مع الصم. عندنا كثير من الضباط وعندنا من المدنيين حابين يتعلمون لغة الإشارة،
وأنا أحيي اللواء منصور العوضي دائما يشدد في نشر لغة الإشارة بعمل دورات تقريبا بالسنة مرتين. نعم، يعني ما شاء الله تبارك الله قاعد نشوف جهود واضحة وزارة الداخلية وأكثر من جهة في هذا الجانب. يعني عملية التواصل مع الصم مهمة جدا حاليا، يعني دائما العائلة اللي يكون مثل عندها قريب، يعني أنا عندي ولد خالتي هو أصم، فلذلك يعني نوعا ما أعرف لغة الإشارة، مطلوب مني التواصل معه لأنه بنفس عمري، فمطلوب مني التواصل معه. ولكن في ناس ما يعرفون هذه اللغة، يمكن تصير حالات استثنائية أو صدفة، هل مطلوب من الجميع تعلم لغة الإشارة؟ هو صراحة من الأغلب ومن المفروض أن الكل يتعلم، تعتبر اللغة الثانية بعد اللغة الرسمية، لأن عندنا شريحة كبيرة من المجتمع يمثلون فئة الصم، فلا بد أن أنا أوفر احتياجاتهم ومتطلباتهم بالتواصل معهم يعني على أساس أنه يتماشى ولدمج مع المجتمع، فلا نحسسه بالعزلة، لا بد أن نتواصل معه. ترى لغة الإشارة بسيطة، جدا بسيطة وسهلة وحلوة، وهو يفهمها ترى، ما شاء الله يفهمونه بصراحة، هو يفهمها حتى بالنية مثل أكيد بقى. أكيد نعم. هذا أيضا يقودني إلى سؤال، أن قبل 15 سنة ممكن ما كنت أتواصل مع والد خالتي، يعني كانت يعني إشارات بسيطة، يمكن في أحيانا ما أقدر أترجم له الشيء لأبي معين، فكانت هناك صعوبة أن أوصل الواحد يوصل له. الآن سهل العملية، إذا ما فهم علي يوصل لي بالتليفون، يكتب لي كلمة أو يكتب أو أنا أكتب له. صحيح. حتى عملية التواصل معي بالتليفون كان خاص بالفيس تايم، يدق علي. أكيد أكيد صحيح. هل هي ساعدت التكنولوجيا في عملية تعلم لغة الصم والتواصل أكثر معهم؟ طبيعي التكنولوجيا ساهمت بشكل مهول في التواصل الصم مع سواء المترجمين أو مع أقرانهم. في عندنا التطبيقات الذكية، عندنا مثل فيس تايم، عندنا واتساب، عندنا كثير من التطبيقات، الفيديوهات المرئية اللي توصل رسالة الأصم. ومو بس على هذا، حتى بالتعليم يعني وايد فادنا، يعني حتى بأزمة كورونا ما وقف التعليم حتى لذوي الإعاقة وخصوصا الصم، سوينا كثير من الفيديوهات تحت منصة تربوية تعليمية بوزارة التربية، ترجمنا جميع المناهج العلمية والأدبية خصوصا الثاني عشر، بالبداية بديناهم مع الصف الثاني عشر بلغة الإشارة جميع المناهج، وهذا ساعد طبعا الأصم بكيفية توصيل الرسالة وتدريس الأصم حتى هو في بيته، فيفهم الدرس كامل بلغة الإشارة. نعم. الكويت ما شاء الله عليها تهتم بهذه الفئة أكثر، ولكن السؤال بما تميزت دولة الكويت عن بقية الدول في هذا؟ طبعا دولة الكويت من الدول الرائدة في اهتمامها بذوي الإعاقة، وخصوصا عندما صدر دستور، أنا أسميه دستور ذوي الإعاقة، اللي هو 8/2010، يطالب بتحقيق وتوفير جميع الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة ومنها فئة الصم، وخصوصا في مادة 5 اللي هي تحث على توفير مكاتب لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، مكاتب خاصة للمترجمين لمساعدة فئة الصم. تدري عندهم معاملات، عندهم مراجعات في مكان طبية سواء أو خدمة المواطن في البنوك بالعدل، كوني أنا بعد أيضا أساهم في ترجمة بعض القضايا ومعي كثير من المترجمين الله يعطيهم العافية، ولكن هذا ما يوفي. إحنا نبيها تكون بيئة جاذبة بمسمى وظيفي كمترجم لغة الإشارة، لأن أعداد المترجمين جدا قليلة في دولة الكويت، ومع هالدورات وقاعد أشوف الإقبال كثير، الناس حابة حتى من الأطفال، حتى بأزمة كورونا فعلت أكثر من طفلة تنشر لغة الإشارة عن طريق الاحترازات الصحية، عن طريق أغنية وطنية تترجمها، فحب حتى الأطفال حببوا هذه اللغة وودهم يتعلمون لغة الإشارة، وهذا أنا سعيدة جدا على هالإقبال. نعم. بما أنك ذكرتي وزارة العدل، أنا عندي معلومة بس ما أدري متأكد بصحتها، يعني كنت أول مترجم في وزارة العدل؟ أي نعم، ما شاء الله، من 2001 ولا زلت، وعندي مجموعة الحين مترجمين قاعد يعاونوني على هالترجمة. فئة الصم هم بعد ترى عندهم ميزة ما شاء الله، من خلال احتكاكي معهم ترى ذكية جدا. أي نعم، نسبة الذكاء عندهم عالية. أكيد أكيد. نعم. انتشرت أيضا الفترة الأخيرة قواميس خاصة بلغة الإشارة، هل يعني هذه القواميس تساعد في عملية دمج الأصم بالمجتمع وتسهيل لغة التحاور بينه وبين
بقية الأفراد؟ إيه نعم، هناك قواميس عربية معتمدة وموحدة فتساهم طبعا على نشر وتثقيف وتعلم لغة الإشارة، وساعدت حتى المعلمين لأن القواميس هذه تقريبا تتماشى مع المناهج والمصطلحات اللي ناخذها في المناهج الدراسية. أنت قلت شغلة ذكرتها أن الفرد الأصم لا يقل ذكاء عن الفرد السوي، فعلا هذا حسب الدراسات العلمية التربوية العالمية أن الشخص الأصم لا يقل ذكاء عن الفرد الطبيعي، لكن لابد أن يوفر لبيئة مهيئة خاصة اللي هي مثلا توفير مناهج ملائمة، توفير مدرسين أكفاء، بيئة جو دراسي، هيئة تدريسية متكاملة تعرف لغة الإشارة. هني ممكن نشوف الطالب الأصم يتفوق، وأيضا مثل ما شفنا عندنا تخرج من الصم، تخرجوا من مدارس الأمل دشوا الجامعات، دشوا التطبيق والكليات. في ثلاث طالبات أنا ودي إني أذكر صراحة عبر تلفزيون دولة الكويت، ثلاث طالبات تخرجوا من أنت قاعد كلية. أنا ما أدري إحساسي إني قاعد. لا أنا دائما أستخدم من كثر ما أنا أتفاعل معهم، من كثر ما نستخدم أيادينا بالترجمة، فعلى طول أنا الأيادي دائما أتكلم والإيد تتحرك. عندنا ثلاث طالبات تخرجوا من كلية القانون الكويتية العالمية. ما شاء الله تبارك. وللفضل بعد الله الدكتور عميد كلية القانون دكتور محمد المقاطع جزاه الله خير وفر مقاعد للصم، وفرنا لهم مترجمين وصار لهم 5 سنين هناك ما شاء الله، تخرجوا الصيف الماضي كتقريبا أول دفعة في مجال القانون. ما شاء الله تبارك الله. مثل ما ذكرت المعلمين والدراسه والمناهج التربويه، ودي اتكلم عن استعدادات اليوم خاصه الدراسه وما دراسه الحدث في بدايه العام الدراسي، استعدادات وزاره التربيه لخدمه هذه الفئه. طبعا عقب كورونا يعني الكل متشوق صراحه حق الدوام المدرسي وحق الطابور، فصراحه يعني عجبني شلون استعدادات مدارس الامل بالذات بتوفير شخصيات محببه للطفل مع توزيع هدايا رمزية مع وجبات صحية، وهذا كلها الأشياء تحبب الطفل المدرسة، فهذه دائما كل سنة يسوونها، وعقب طبعا سنة كورونا فقدنا هالشيء وفقدنا الطابور صحيح. فيعني خذوها مع الحصة الأولى اللي هي كلها ما شاء الله أنشطة ترفيهية للطالب كيوم أول يوم دراسي. يعطيك العافية أستاذة مهل. الله يعافيك. بارك الله فيك إن شاء الله. كل شكر وتقدير أستاذة مهل حمدان الخبير بلغة الإشارة والموجه بالإدارة العامة للتعليم الخاص على المشاركة والحضور في برنامجنا. توصي وزارة الداخلية أولياء الأمور والطلبة بالتقيد بالإجراءات التالية: عند الوصول إلى المدرسة تخفيف سرعة المركبة في محيط المدرسة لسلامة الطلبة، عدم عرقلة السير أو التسبب بالازدحامات المرورية، صعود المركبة والنزول منها من جهة الرصيف، عدم إيقاف المركبة على خطوط المشاة. وباء يفتك بالمجتمعات، وداء يضعف كيان البشرية، وابتلاء ما إن طال أحداً إلا وترك أثره السلبي. المخدرات عدو للإنسان، مواجهته واجبة ومحاربته مسؤوليتنا. So
سوق العقار أصبح اليوم من المواضيع الرئيسية اللي يهتم فيها كل رب أسرة، خصوصا أصحاب القسائم الجديدة. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا اليوم أن نلتقي بالاستديو معنا المختص بالمجال العقاري الأستاذ خالد المالكي. أهلا ومرحبا فيك في برنامج مساء الخير يا كويت. واليوم بدنا نعرف أيضا مشاهدينا معك عن مصطلح الاستثمار العقاري. أول شيء اختماني أمسي عليك وأمسي على أخواني المشاهدين وأشكركم على هذه الاستضافة. اليوم مجال العقار أو تملك العقار صار أمر ضروري لكل عائلة ولكل أسرة. طبعا لازم نعرف شنو الفرق ما بين الاستثمار العقاري وما بين تملك العقار وهو لضمان الأمان للأسرة. في بعض الناس ما يفهم هذه المصطلح. مصطلح الاستثمار العقاري هو أني أنا أشتري عقار ليكون لي عائد من وراء هذا العقار وما يكون هو بيت للعائلة. أما بالنسبة لتملك العقار وشراء العقار أو هو إحنا اللي نسميه الأمان للأسرة، هذا بيتك أنت وأسرتك. فدائما أنا أقول لهم، وخصوصا اللي يبي يصمم بيته أو أنه هو يروح إلى مكتب هندسي يصمم البيت، دائما أقول له شنو الهدف من هذا العقار؟ هل أنت تبي تستثمر منه؟ هل أنت تبي مدخول منه؟ ولا أنت تبي تصمم هذا البيت لك ولأسرتك؟ نعم، أيضا نتكلم أستاذ خالد عن أهم النقاط الرئيسية لشراء أي عقار. طبعا النقاط الرئيسية هذا يعتمد على حسب المادة. اليوم العقار في الكويت ما صار أمر سهل شراءه، صار بصعوبة جدا أن الشخص اليوم يقدر يتملك هذا العقار بسبب أن الأسعار صارت جدا مرتفعة. ولكن احنا دائما نقول بأن الجأ إلى البنوك الإسلامية. اليوم البنوك الإسلامية قاعد تقدم تمويل عقاري من خلال الإجارة أو التورق، يعني في نظام لتملك العقار عن طريق البنوك، لأنه صار العملية بالإضافة إلى موضوع الدعم الحكومي وهو 70,000. طبعا لازم نفرق ما بين أن أنا إذا بياخذ 70,000 ما في مواد مدعومة، فهذه هي الفرق. أن اليوم أنا إذا أخذت التمويل العقاري من أي بنك إسلامي بالإضافة إلى القرض بنك الائتمان، نوعا ما تكون يعني لا قدرة أنه يشتري العقار. طبعا اليوم إحنا قاعد نتكلم عن الأسعار غالية، فالناس بدأت تتجه إلى المناطق شوي البعيدة. نعم، اليوم وبعد الحصول دام تكلمت عن المناطق البعيدة حصلت على القسيمة. حلو. شنو أول شيء ممكن يقوم فيه صاحب القسيمة عشان يبني قسيمته؟ هو طبعا أول باب ندخله لبناء القسيمة وهو المكتب الهندسي. لازم يصمم بيته، وأكثر نصيحة أقدمها اليوم من خلال برنامجكم وهو أن الشخص يتعب ويركز في مرحلة التصميم. طبعا احنا ما نقول ركز في مرحلة التصميم ونسكت. مرحلة التصميم مهمة جدا. أهم مرحلة هذه هي طبعاً. تعتبر هي الدستور اللي راح نمشي عليه أو الطريق اللي احنا راح نمشي عليه. هي تعتبر رسم لخارطة الطريق. شلون أنا أقول لك؟ أن أول شيء لازم أتجه إلى مكتب ذو خبرة، مكتب لا اسمه، مكتب ينفذ لي أو يصمم لي بيت بالطريقة اللي أنا أبيها. بالإضافة لأن أنا لازم أحرص على أني أنا أخذ جميع المخرجات. بعض الناس ما تفهم شنو يعني أنا أخذ منه المخرجات. إحنا اليوم قاعد نشوف بالسوق بأن تعال صمم عندنا، المكاتب الهندسية قاعد تنزل إعلانات تعال صمم عندنا، وقيمة التصميم العقد ممكن يكون 900، ممكن يكون 1000، ممكن، فالناس تشدها هذه القيمة. يقولك والله رخيص السعر خليني أروح له، لكن هي مو هذا الفيصل. الفيصل هو شنو المخرجات اللي راح تاخذها. المخرجات خلوني اذكرها على عجال على قولتهم بسرعه. المخرجات التصميم المعماري، الانشائي، مخطط الواجهات، تعهد الاشراف يكون اقل شيء 3 شهور 4 شهور مجاني، تراخيص البلديه، توزيع الاثاث، جدول الكميات، مخطط الكهرباء، مخطط الصحي. هذه كلها تعتبر مخرجات انا احتاجها لتنفيذ بيتي. هذه الاشياء انا لازم اخذها بالكامل. هو اللي قاعد يحصل ان انا أعلن عن 900 دينار قيمة التصميم وبالنهاية أخذ جزء منهم، ما راح أقدر أبني بيتي بهذه الأشياء البسيطة، لازم أخذهم كلها. بالضبط، موضوع جدا مهم ونقطة مهمة أيضا. أستاذ خالد تكلمت عن يمكن شغلة ضرورية وهي شركات البناء. الواحد يحتار يمكن كثرة شركات البناء، شلون الواحد يقدر يختار يعني خلينا نقول أو يميز الشركة المثالية حق قسيمته الخاصة؟ طبعا أول شيء نذكره في هذا السؤال وهو أن اليوم لازم نلجأ إلى الشركات المصنفة من بلدية الكويت. نعم. لأن بلدية الكويت عفوا هي المسؤولة الأول عن جميع شركات المقاولات اللي موجودة في الكويت، وتكون الشركات مصنفة. حلو. إذا مثلا نفترض بأن في شخص راح إلى شركة غير مصنفة ووقع معهم
وصار أي خلاف فمعناته هذا صار أنه هو راح يلجأ إلى المحكمة، ما راح يلجأ إلى البلدية. أما شركات المصنفة اليوم في البلدية لا، هو راح يلجأ إلى البلدية، والبلدية هي بحكم تصنيفها لهذه الشركة راح تتخذ إجراءات ضدها. ما راح اقول بينها هي ممكن ترد الحق كامل، ولكن راح يكون في اتخاذ اجراءات يضمن، يعني يضمن حقه شوي. نعم. يعني هذا الطريق الاول ان احنا نروح الى شركات مقاولات مصنفه من بلديه الكويت. الامر الثاني اليوم احنا للاسف اليوم اللي قاعد يشدنا وهو التسعير، ان اشوف السعر وايد زين اروح اركض بالنسبه لهم. نشوف الاغلب يتجه الى المقاولين، العفو بالكلمه انا اسميهم مقاولين وانيت او مقاولين الشارع اللي ما عنده لا كيان قانوني ولا عنده مكتب ولا عنده اي شيء ولا مصنف في البلديه، ونشوف الناس رايحين لهم يركضون. لا، مو هذا هو الأساس. أنا أروح إلى شركات مصنفة، أروح إلى شركات لها اسمها ولها سمعتها، وأختار على أساس أعمالهم اللي قاعد يقومون فيها وأحدد. هذا أمر. الأمر الثاني لا يشدك السعر. اليوم أنا يعني ودي أتكلم في جزئية وايد مهمة وخصوصا للأشخاص اللي يتجهون للتسعير. حلو. ترى أهم مرحلة في البنيان وهي مرحلة التسعير. المشاكل اللي قاعدة تصير عند الشركات للأسف هي بسبب سوء التسعير. فأنت لازم تعرف هذا السعر اللي يالك شنو تفصيله، هو على أي أساس عطاك هذا السعر، شنو جدول الكميات اللي سعر على أساسه. أنا ما أبي الشركة سعر لي والله على أساس كم مساحة القسيمة، كم مسطح البناء القسيمة وعلى أساسه هو سعر. لا، هذا تسعير خاطئ. أنا اليوم أبي الشركة تسعر لي على أساس جدول كميات، إيش كثر حديد، إيش كثر خرسانة، إيش كثر طابوك، إيش كثر أسمنت، إيش كثر رمل، كل الكميات اللي هو راح اللي أنا محتاجها بالضبط. نعم. والتسعير يكون على أساس جدول الكميات، مو والله بالمتر، لأن التسعير بالمتر خطأ. هذا نظام أنا دائما أقول للناس يا جماعة لا تتجه إلى الشركات اللي تسعر لك بالمتر. ممتاز. أيضا أستاذ خالد، نلاحظ أن بعض أصحاب القسائم متضررين في البنيان، فشنو السبب برأيك؟ يعني نفس ما قلت لكم، وهو موضوع أول شيء السبب الرئيسي وخصوصا في المناطق الجديدة اليوم، واحنا كنا دائما يا جماعه لا تروح وتوقع مع شركات وانت الى الان مع شركات مقاولات وانت الى الان ما اخذت اذن بناء. نعم. اذن البناء مهم جدا. اليوم خلونا نتكلم على منطقه من المناطق الجديده اللي في الكويت وهي المطلع. منطقه المطلع في مناطق طلع لهم اذن بناء وفي مناطق ما طلع لهم اذن بناء. وشنو هي المناطق؟ هي الضواحي 1 و2 و3 و4. هذيل الضواحي لو تروحين تسالين اهالي هذيل الضواحي هل انت رحت وقعت مع شركات، راح جزء منهم كبير راح يقول لك انا وقعت، مع العلم هو ما عنده اذن بناء. الى الان مو مصرح للبنيان. انت على اي اساس رحت وقعت مع مع الشركه؟ طبعا. فبالتالي لا تروح وتسعر وتوقع عقد وما عندك اذن وانت للحين ما عندك اذن بناء. طبعا يعني أنا كلمتش كصاحب شركة ما بيذكر اسمها، إذن البناء للضواحي الجديدة طلع في تاريخ 14/3/2021. إحنا كشركة بدينا نوقع عقود مع أهالي المطلع في تاريخ 26/9، يعني بعد ما صدر إذن البناء لأهالي هذه المنطقة بست شهور. شنو هي الأسباب؟ الأسباب إن إحنا ما كنا نبي نستعيل وإن ناخذ عقود مع أهالي هذه المنطقة وما نكون عارفين شنو ظروفها. إحنا ما كنا عارفين وقتها وين راح تكون مصانع الخرسانة وشون طريقة المواد، وهل راح تكون في متوفرة مواد ولا لا. فما حبينا أن احنا نستعير هذا، وإحنا كشركة ربحية تجارية اليوم ندور العقود ومع ذلك ما رحنا وقعنا واستعيرنا. يعني أستاذ خالد أيضا، يعني الحلو بالموضوع أن أنت تكلمت عن نقطة جميلة يمكن معايدنا، أنت تقدم نصائح بالمجان أيضا لكل اللي حاب الفعل يبني قسيمة، قدم استشارات عقارية. بالضبط. واللي محتار شلون، فحلو الواحد أيضا يستشير، وفي استشارات مجانية وفي ناس وايد فيهم مثلك وشرواك منتصرين في يعني جميع مواقع التواصل. فاليوم نبي نصيحة تقدمها أيضا لكل شخص حصل على إذن البناء. نفس ما ذكرت قبل شوي بأن اليوم إحنا لازم نتجه إلى شركات تكون مصنفة من بلدية. بس أنا أبي أعرف هذا آخر سؤال ولا في أسئلة بعدها؟ نعم. عشان هذا آخر سؤال ونبيك تختم فيه بهالنصيحة الحلوة هذه للمشاهدين. اليوم أنا أهم نصيحة أقولها لهم، أول شيء أنت تروح إلى المكاتب الهندسية وتأخذ جميع المخرجات. حلو. لا تقول والله أبي نص وخلي النص تالي، لأنه راح يصير عليك أغلى من بيع السوق. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية،
سعر بطريقة صحيحة عن طريق شركات مصنفة من البلدية، مو عن طريق مقاول ما أعرف وين مكتبه وما أعرف اسمه وبفلان وبفلان. حتى للأسف اليوم بعض الناس قاعد يسعرون عند أشخاص ما يعرفون اسمهم، مجرد وبفلان ورقم تليفون. هذا ما لازم يكون عندك كيان قانوني على أساس أنك أنت تقدر تربط هذا الشخص وتقدر تأخذ حقك منه. هذه الأهم نصيحتين أقدمهم، ولا تسعر ولا توقع عقد إذا ما عندك إذن بناء. هذا للمناطق اللي الحين بالوقت الحالي والمستقبل، حق أي منطقة جديدة، جنوب سعد، القيروان، أي منطقة جنوب صباح الأحمد، هذه كلهم مناطق جديدة. حتى ولو أنك أنت تخصصت في هذه المناطق لا تروح وتوقع عقد إذا ما عندك إذن بناء. نعم، إذا في سؤال هذا من عندي أنا بعد السؤال، وكل شخص أكيد بينه وبين نفسه وده يعرف إجابة لهذا السؤال، إيه هي شنو أهم المواصفات أستاذ خالد اللي تزيد أيضا من سعر العقار في الكويت؟ دائما المواد عالية الجودة أو ذو جودة عالية معروفة بالسوق، يعني من كانت من خرسانة، إن كان من حديد، إن كان طبعا مصنعيات العمل وايد مهمة. دائما العقار إذا كان مبني على أسس صحيحة وعلى جودة عالية هو يكون يعني يجيب سعر عالي. يعني لازم إحنا نستخدم أفضل المواد، وفي مواد محددة بالسوق معروفة أنها هي جودتها عالية وتستخدم لبناء القسائم. هذه أهم شيء إحنا نركز عليه، بأن المواد المستخدمة بالإضافة إلى أيدي العاملة أو المصنعيات اللي راح يشتغل فيها الشركة، المقاولات اللي راح يتوقع معها. نعم، كل الشكر على وجودك معنا، استمتعنا بهذا الحديث، نتمنى أيضا مشاهدينا استفادوا من هذا الموضوع المهم جدا اللي الكل بالفعل يتساءل عنه. شكرا لكم، وشكرا لكم استضافتكم، يعطيكم العافية. كل الشكر والتقدير للأستاذ خالد الملكي المختص في مجال التطوير العقاري. فاصل ولنعود معكم. توصي وزارة الداخلية أولياء الأمور والطلبة بالتقيد بالإجراءات التالية: داخل المدرسة، المحافظة على نظافة المدرسة وممتلكاتها وعدم إتلافها، عدم التنمر أو الاعتداء على الطلبة، عدم تجربة أدوية أو منتجات مجهولة. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مساء الخير الكويت، نلتقي معكم إن شاء الله في الغد مع زملاء آخرين. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسبوع جميلة معكم مشاهدين، انتظرونا غدا أيضا بنفس التوقيت. شوفكم على خير ومع السلامة.